فطيرة رائعة وحشوة أروع. شوفوا معايا العجين ديالها كيفاش داير، والحشوة إن شاء الله غادي تعجبكم، كتجي ممتازة. شوفوا معايا العجين كيفاش داير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعاتي الغاليات، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. بديت معكم هذا الفيديو بهذا الكويس ديال اتاي اللي بالشيبة، كيجي اكثر من رائع. وصفتنا لهذا النهار اولا الاقتراح ديالنا غادي تكون فطيرة بحشوة اكثر من رائعة وعجين اروع. هذه الفطيرة ان شاء الله تنفعنا العشاء اولا تكون الكوتي وعشاء وغدا، علاش لا. هذه الفطيرة انايا وظفتها اولا اليوم مقدمها العشاء مع كويس ديال اتاي، كتجي اكثر من رائعة. خليكم معايا نشوفوا مع بعضياتنا الطريقة والمراحل ديال تحضير هاد الفطيرة هادي اللي كتجي ممتازة. ما تنسوش اخواتي تشجيعاتكم، اللايكات ديالكم، التعليقات ديالكم باش تحفزني نعطي المزيد. شوفوا معايا هاد الفطيرة البنات كتجي اكثر من رائعة، كتجي ممتازة بعجين اروع ان شاء الله. وغادي نشوفوا معايا الفكرة اننا نوظفوها في الحلو والملح، هاد الفطيرة كتستحق التجربة. بسم الله على بركة الله، نبداو بالمكونات وبالطريقة في نفس الوقت ديال هاد الفطيرة هادي. غادي نحتاج جوج كيسان ديال الماء يكون دافي، أول مرحلة ضروري البنات الماء يكون دافي بحال هكا، ما يكونش مفوت في السخونية هكا باش ما تمشيش لنا المفعول ديال الخميرة. بالنسبة للخميرة غادي يبقى على حسب الجو، غادي ندير أنايا معلقة هكايا صغيرة كتكون عامرة، الحل بارد غادي ندير معلقه صغيره عامره. وهنايا هذه المرحله كتبقى اختياريه بالنسبه للاخوات اللي ما كياخذوش السكر نهائيا. غادي نكمل التصويره البنات، طاحت لي غير هاد الفريخه هادي اللي كاينه هنايا في هاد القفيله، معليش تنعاود نلصقها. كيف قلت البنات اللي ما كياخذوش السكر نهائيا يستغناو عليها، والاخوات اللي كياخذوا السكر ممكن يديروا هاد الراس ديال المعلقه بحال هكا، كتعاون الاختمار يعني تفاعل ديال الخميره. كنحرك هاد المكونات مع بعضياتهم بحال هكا، وغادي نضيفوا كاس ديال الدقيق رطب مغربل اول مرحله. وهذا العجين هذا البنات سبق لي خدمت به معكم بريوش او لا باكيت معمر بالشوكولات، كيجي رائع نال استحسان العديد من الاخوات وجربوه، عجين اكثر من رائع. يعني نوظفوه الحلو والمالح، اليوم غادي نوظفو معكم في الفطيره مالحه. غادي نغطي هذا الخليط هذا بلاستيك غذائي وغادي نخليه حتى كيختمر واحد شويه يعني تفاعل لنا هذه الخميره، ونرجع نكملوا الوصفه. الوقيته اللي كيكون هاد الخليط هذا كيرتاح وكنغطيه ونخليه على جنب، نشوفوا الحشو ديال هاد الفطيره هادي والمكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الفطيره في الحشو ديالها. بالنسبه للحشو عندي هنايا فلفله حمراء مقطعه مكعبات صغيره، بصله مقطعه حتى هي مكعبات صغيره، وعندي هنايا قطع ديال صدر ديال الدجاج حتى هما مقطعهم قطع صغيره، ممكن يكون حتى ديال الديك الرومي. دائما البنات انا في الوصفات ديالي ديال الطويجنات كنحيد صدر ديال الدجاج وكنخليه على جنب بحال هكا، كنوظفوه بحال هاد المملحات اولا الفطائر اولا الحشوات. غادي ندير المقله فيها زيت نباتيه، كندير البصله هي الاولى كتنزل واحد شويه مع شويه ديال الملحه، غادي نضيف ليها الفلفله وعاد نضيف صدر ديال الدجاج هكا كيبقاو غاديين بالتساوي، وتشوفوا مع بعضيه التتبيله، نشوفوا مع بعضياتنا التتبيله اللي غادي نضيفوا ليهم. بعد ما نزلت البصله مع الفلفله غير واحد شويه كيف قلت كيبقاو غاديين بالتساوي، غادي نضيف ليهم هاد القطع ديال صدر ديال الدجاج. كيف ما يمكن لينا البنات نديرو غير البصله مع الفلفله، وحتى كينشفوا هاد المكونات وكيطيبوا كنديروا علبه ديال الطون، كيبقى لكم الاختيار. غادي نقلبهم غير واحد شويه ونشوفوا التوابل اللي غادي نديرو. بالنسبه للتوابل عندي هنايا راس معلقه ديال الابزار، عندي تحميره اولا البابريكا، وعندي شويه ديال الخرقوم. التحميره البنات طبيعيه هذه طحناها على اليد ديالي، الرابط ديالها ان شاء الله غتلقاوه في صندوق الوصف. هكا ديروا شي حاجه اللي هي صحيه. وعندي هنايا ثوم بودره بسم الله، وعندي توابل السمك معلقه صغيره عامره توابل السمك، حتى هي البنات مصايبينها في القناه، الرابط ديالها ان شاء الله في صندوق الوصف. فيها الثوم بودره، فيها الزعتر، يعني فيها جميع التوابل اللي كتتواتى ولا كتمشى مع هاد التتبيله ومع بزاف ديال الحشوات الاخوات.
وهنا عندي صلصه حاره كتبقى اختياريه، ممكن انكم ديروا شويه السودانيه او شويه ديال الهريسه اللي توفر لكم البنات وعلى حساب وليداتكم. غادي نشحر هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى كيتجانسوا وكيتلبوا. اخر مرحله غادي نشوفوا معايا. اخر مرحله البنات غادي نضيف شويه ديال صلصه الصوجه كتبقى اختياريه، وهنايا عندي شويه ديال الزعتر، كيف ما يمكن لكم ديروا شويه ديال المعدنوس، انا كنفضل الزعتر. وغادي نحرك صافي، ها الحشوه ديالي واجده، ونمشيو نكملوا العجين ديالنا. حشوه اكثر من رائعه البنات، كتجي لذيذه بزاف هاد الحشوه هذه، وكتجي ملبيه على هاد الشكل هذا. الحشوه ديالي حطيتها على جنب يعني باش كتبرد، وهنايا الخليط ديالنا تفاعل ولاو فيه فقاعات على هاد الشكل هذا. بالنسبه للحشوه البنات حاولوا انكم تنشفوها يعني باش ما يبقاش فيها لاصوص نهائيا. هنايا كيف قلت لكم الخليط ديالي ها هو يا تفاعل على هاد الشكل. غادي نضيف ليه نص كاس هنايا مخلط زيت نباتيه وزيت الزيتون، ممكن ديروا غير زيت نباتيه، وفاش درنا الوصفه حلوه درنا فيها غير زيت نباتيه ما درناش فيها زيت الزيتون. هنايا غادي نضيف علبه ديال يوغورت طبيعي بدون سكر، كي شفتوا معايا مازال ما ضفناش الملح، ما ضفتش الملح من الاول باش ما يحبسش لينا الاختمار ديال هاد الخليط هذا. عاد غادي نضيف الملح القياس اللي غيملح لينا هاد الفطيره هذه. غادي نخلط كيف ما يمكن لكم انكم تنسموا هاد العجين هذا بشويه ديال الموطارد، انا ما توفرش ليا عندي هاد الموطارد الونسيان، غادي نحيدوه ما نديروش باش هكا الوصفه تكون سهله للبنات. ممكن انكم ديروا شويه ديال الثوم بودره، ممكن ديروا شويه ديال السودانيه، انا غندير غير شويه ديال السودانيه، ممكن تكون شويه ديال الهريسه، انا كتعجبني السودانيه هي باش نكهت هاد العجين هذا. وهنايا عندي الدقيق على جنب، غادي نبدا نضيف ونقول لكم شحال خدات معايا ديال الدقيق، العجينه تكون شويه خفيفه. العجينه البنات اكثر من رائع، ما فيه شي تعقيدات وساهل، ما كيحتاج منا لا مجهود لا دليك لا والو. درت الكاس الاول وهذا الكاس الثاني، بطبيعه الحال ما غادي نضيفو حتى كندخل هذه الكميه الاولى. هذا الكاس الثاني وغادي نضيف خماره واحده يعني بيكنج باودر، وزن 7 غرام اولا 8 غرام، ممكن تغربلوها البنات. وغادي نضيف الدقيق حتى كنحصل على واحد العجين اللي هو متجانس وكيكون شويه خفيف، ونرجع. وباش كتحسوا بالعجينه بدات كتقال في يديكم يعني بالفوي، صافي كتحيدوها وكتكملوا بيديكم. العجين خاصو يكون خفيف يعني ما تاخذوش العبارات دائما بالكاس البنات، حاولوا انكم تاخذوها كيف كنقولوا عينك ميزانك ويديكم تحكم في الكثافه ديال العجين بهذه الطريقه هذه. كنبقى نعجن فيها غير بهذه الطريقه كيف كنقولوا، غير كندخل الدقيق بهذه الطريقه هذه. العجين ديالي كيجي على هذا الشكل، شوفوا معايا خاصو يكون خفيف بهذه الطريقه، وكندلكوه على هذا الشكل هذا. غادي نغطيه بلاستيك غذائي وغادي نخليه حتى كيختمر ويضاعف الحجم ديالو، ونرجعوا البنات. العجين ديالي كيكون اختمر وضاعف الحجم ديالو على هذا الشكل، غادي نفرغوه هنايا ونخرج منه الهواء بهذه الطريقه. كل ما كان عندنا العجين خفيف البنات الا وكيعطينا واحد النتيجه زوينه، شوفوا معايا كيفاش كده كيكون بحال هكا، غادي نخرج منه الهواء على هذه الطريقه والعجين كيكون خفيف كيف قلت كيعطينا نتيجه زوينه. قسمت العجين ديالي لجوج الحصص وبالاستعانه بشويه ديال الدقيق غير بحال هكا باش ما كتلصقش لينا العجينه. ها هما عندي جوج ديال الحصص اولا جوج ديال الكويرات، كل ما كانت العجينه خفيفه الا كتعطينا واحد النتيجه زوينه. غادي نجيب ورق المطبخ ونسرح فيه الحصه الاولى ونرجع.
كي شفتوا معايا البنات، خديت ورق المطبخ دهنته بشويه ديال زيت نباتيه وسرحت فيه هذه الفطيره هذه. شوفوا معايا كل ما كانت العجينه خفيفه الا وكتعطينا النتيجه زوينه، ونتمنى تكون كتبان لكم انها كلها دايره فقاعات اولا كيف كنقولوا هذوك المبيلات كيعطيونا النجاح ديال الفطيره اولا هذه البريوشه هذه. وبنفس الطريقه غادي نسرح حتى الحصه الثانيه البنات. وهنايا فرغت الحشو ديالي على الفطيره، نحاولوا اننا نخليو واحد شويه في الجوانب ماشي بزاف، يعني نخليو الحشو ما يوصلش للجوانب. الفطيره ما كتكونش رقيقه بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش غليظه، واللي ناكد عليه حتى الحشو انه يكون بارد ويكون ناشف هكا كيكون احسن. على هذه الطريقه بعد ما وزعته غادي نجيب شويه ديال الزيتون، كيبقى اختياري انكم ديروا حتى هوايا. غادي نحك واحد شويه ديال الفرماج، كانت شي فطيره البنات زوينه بزاف بزاف ولذيذه، تنفعنا العشاء ممكن تكون حتى الغداء علاش لا، اولا غوتي وعشاء كيف ما يمكن لكم ديروا حتى الفرماج ديال الساندويتش. يعني هنايا كنخلي لكم اختيارات البنات، يعني اللي توفر لكم ديروه، كان عندكم فرماج هكا ديروه، كان هذا ديال الساندويتش ممكن. وهنايا كناخذ شويه ديال الماء في هذه الزليفه وكندهن به الجوانب ديال هذه الفطيره هذه باش كيثبت الطرف الثاني اولا العجينه الثانيه. كنكون سرحتها بنفس الطريقه يعني فوق ورق المطبخ هكا باش كيسهل علينا العمليه اننا نهزوها في الطاوه بحال هكا، وغادي نجيب الطرف الثاني ونحطو عليها. وهكذا ما كيبقى ليا الا نسد ليها الجوانب ديالها بهذه الطريقه هكا، نحاولوا اننا نلاقيوهم مع بعضياتهم. وكنقادها ها الفطيره ديالنا واجده. وهنايا البنات كنجي كناخذ سكين ولا كوب بيتزا، هاد المرحله راني درتها نسحب كنصور لقيت راسي ما كنصورش، كنقسمها على جوج سواء بكوب بيتزا اولا بسكين، ما كنوصلوش حتى للطرف الاسفل يعني غير من الفوق بحال هكا، كنقسموها على جوج وكنعاودوا هاد الانصاف نقسموهم ثاني على هاد الشكل كتعطينا مثلثات، يعني غير كنطراسيوها كيف كنقولوا. هنايا البنات عندي صفار بيضاء درت معاه شويه ديال صلصه الصوجة ودهنت به هاد الفطيره هذه، ممكن انكم تدهنوها غير بالحليب كيبقى لكم الاختيار الا ما بغيتوش ديروا البيض حتى هو كيقضي الغرض. وغادي نجيب الطاوه ديالي باش ندير فيها هاد الفطيره هذه، كيف قلت لكم البنات درنا ورق المطبخ باش كتجينا سهله اننا نجروها فيها اولا نحطوها بطريقه سهله. وهنا كيف كتشوفوا معايا زينت الفطيره ديالي، خديت الزنجلان الابيض هو هذا درته بالجهه المقابله ديال الطرف الاخر، وهنايا عندي شويه ديال الخشخاش اولا البافو حتى هو بالجهه المقابله. اللي توفر لكم البنات في هذه الحبوب ممكن انكم تزينوا به هذه الفطيره هذه. هذا هنايا زريعه الكتان هي هذه، وعندي زنجلان عادي حتى هويا وضفته في هذه الوقيته الفران كيكون سخون، يعني كنسخنوا ليه في اول مرحله حتى كيسخن الفران. غادي ندخل الطاوه ديالي كطيب من الجهه السفلى، يعني الفطيره من الجهه السفلى حتى كطيب وكنشعل عليها تحمر من الفوق. نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال هذه الفطيره هذه. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره اللي صايبنا مع بعضياتنا. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، هنا درت ليها الفرماج ديال الساندويتش قطعته بالطبع ديال الحلوى، ممكن انكم البنات من الاول انكم تقطعوا هادو وتحطوهم في طبيصيل وداك الجنيبات اللي كيبقاو لينا هما اللي توظفوا في وسط الفطيره. كنتمنى الاقتراح ديال هذا النهار اخواتي ينال استحسانكم، وكيف ديما ما تبخلوش عليا بلايك للتشجيع فضلا وليس امرا اخواتي في الله. غادي نوريها لكم كيفاش كتكون بطبيعه الحال ملي كنقطعوها هكايا، ملي كنقطعوها يعني من الاول كنديروا ليها طريفات كتكون باينه انها تجينا طريفات لكل واحد بحال هكا على هذا الشكل، ما نحتاجو لا سكين لا والو، كتجي روعه البنات كتجي ممتازه كتجي على هذا الشكل البنات. شوفوا معايا كيفاش دايره، فطيره اكثر من رائعه وعجين اروع البنات، كتستحق التجربه كتجي على هذا الشكل، فطيره رائعه وحشوه اروع. شوفوا معايا العجين ديالها كيفاش داير، والحشوه ان شاء الله غادي تعجبكم كتجي ممتازه. شوفوا معايا العجين كيفاش داير.